إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال يحيى بن أكثم: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال: فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع. ووعده فانصرف. فلما كان بعد سنة جاء مسلما فدعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني حسن الخط، حسن الخط. فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني. وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني. وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ، وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان سبب إسلامي. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو كتاب الله الكريم الذي نزل به الروح الأمين، الذي نزل به الروح الأمين. فما نحن صانعون فيه، فما نحن صانعون فيه؟ أيكون رائدنا ودستورنا في حلنا وترحالنا وغضبنا ورضانا ومنشطنا ومكرهنا، أم أنه سيكون ضيفا على الرفوف لا يلحقه البر إلا في رمضان، أنعتصم به ونعض على أنواره بالنواجذ، أم نكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول؟ أم تكون أسماعنا كالأقماع فتدخل الآيات مع اليمنى وتخرج مع اليسرى؟ أخرج مسلم في صحيحه أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة. ألا فاتقوا الله عباد الله،